من صني مر جينا باش اليوم باش نحيوا عيد الشهيد رحمهم الله. ماذا بينا لور اليوم لور الجالية الجزائرية تكون في المستوى ونكون كل في يد في اليد إن شاء الله باش نحيوا اليوم العظيم بربي إن شاء الله. ونتمنى وإن شاء الله الجزائر الكل يكونوا يد في اليد باش نحضروا المستقبل نتاع بلادنا نتاع أولادنا بالأخص المستقبل العيد للجالية الجزائرية إن شاء الله بالأخص الجالية الجزائرية والجيل السعيد إن شاء الله. شعوري على كي وصلت وقالوا لي بلي في باريس ما راحش تقدر يعني كان إحباط كبير إلا أن من سمعت بلي مارسيليا خرجوا يعني في مارسيليا خرجوا في مارسيليا الحمد لله خرجوا خرجوا ناس حرار ما كانش اللي يقدر يقول لهم لا ما تخرجوش. أما في باريس الله غالب كانت حراسة مشددة ومشي برك لا بلاس دو ناسيون حتى كاع لي فرونتيير باريزيان تاع 75 كاع كانوا فيهم حراسة مشددة من عند سيارات سكودا بيضاء تاع الشرطة على بها ما فهمت أنا أصلا كتشوف باللي ما تقدرش تخرج في باريس. شكرا. أنت في رأيك علاش المنع هذا؟ كرأيي الشخصي أنا أسبب لي سبب المنع هو وجود الحركة تاع الإكستريم دروات تاع لا كوميونيتي فرونسيس في باريس بها بنفوذها وهي ضعيفة شوية في مارسيليا أنا بنت لي بها هي بها في مارسيليا خرجوا في باريس ما الجالية ما قدرتش تخرج أنا هاكا فسرتها وبالك راني غلط.